طبعا امبارح اتكلمنا معاكم عن متعه المباريات في مختلف الدوريات الاوروبيه اللي اتلعبت امبارح. طبعا كل ماتش منهم يعتبر ديربي على حده. كنا متعشمين اننا هنستمتع. الموضوع وصل لما هو ابعد بكتير بكتير، خصوصا طبعا فيما يتعلق بمواجهه كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح في ماتش مانشستر يونايتد وليفربول. اللي حصل امبارح كان حاجه ممتعه، وكالعاده محمد صلاح مصدر فخر وسعاده غامره لكل مصري وعربي وافريقي، حتى لو انت من مشجعي مانشستر يونايتد بالمناسبه. يعني استحاله ما تكونش فرحت بهاتريك فخر العرب، وانه بقى الهداف التاريخي للافارقه في البريمير ليج برصيد 107 هدف. نقدر نقول انه كان اعصار مش مجرد ماتش عادي في كره القدم، لدرجه ان جماهير اليونايتد سابت الملعب قبل انتهاء اللقاء. يعني بلغه كره القدم كده هزيمه مذله لفريقهم. حاجة فعلا زي ما انت قلت يعني محترمة وخماسية نظيفة وهزيمة تقيلة قوي بقى لو هنتكلم يعني لمان يونايتد، تكلم على ملعبهم برضو. فلا على كل حال برضو خلينا نتكلم من شق ان احنا بنتعامل فعلا مع اهداف محمد صلاح، لان هي حاجة يعني طبيعية ومعقولة. يعني احنا بنتكلم في راجل رفع او رفع سقف طموحنا لدرجة عالية جدا، وانك توصل وتبقى المرشح الاول كمان للفوز بالحذاء يعني الذهبي في الدوري الانجليزي، بنتكلم للمرة الثالثة مش الاولى ولا الثانية بعد هاتريك امس. فحاجة كانت يعني محترمه جدا جدا جدا. وفي كلام كتير جدا بقى عايز برضو الواحد يتناقش فيها كريم. يعني ما تيجي كده تذكر محمد صلاح، هو البعض يقول لك طب هو الاول في ايه؟ لا هو الاول في حاجات كتيره جدا. يعني هو الاول كهداف الدوري الانجليزي، هو الاول في التسديدات، هو الاول في صناعه الفرص، هو الاول في الحصول على فرص محققه، هو الاول في التمريرات البينيه الصحيحه. يعني حاجه تقيله قوي. وبعدين في بقى تفاصيل ثانيه برضو عايزين نقولها لحضراتكم. يعني انت بتتكلم دلوقتي برضو 107 هدف محققهم، يعني اعتقد ما فيش اي لاعب تاني افريقي او هو عدى الطموح زي ما بيتقال. ففعلا قفل الكتاب زي ما بنقول، واعتقد هو فعلا لازم ياخد افضل لاعب في العالم من غير بقى اي حسابات تانية ومن غير اي يعني توصيات اخرى. احنا بنتكلم فعلا محمد صلاح فعلا كسر التاريخ في يعني ارقام كتيره جدا قياسيه فيستحقها. بتهيألي يعني هو جدير بكل يعني المقاييس للحصول على جائزه احسن لاعب في العالم، واعتقد ان الجائزه دي اصبحت يعني ايه الى حد كبير قريبه جدا من محمد صلاح، طبعا برغم قوه المنافسه مع الناس اللي بيتصارعوا معاه على الحصول على هذه الجائزه وهذا اللقب. لكن الحاجه اللطيفه جدا في الموضوع ان محمد صلاح يعني من زاويه ثانيه بقى رؤيه الامور، وبعيدا عن الملاعب انا بتكلم على فكره ان محمد صلاح باللي بيعمله ده بالامتاع اللي بيمتعه للعالم كله كل ماتش وكل مباراه، الحقيقه يعني اصبح هو خير مسوق لكره القدم المصريه. ناهيكم عن مصر ككل، انا بتكلم حتى على في عالم كره القدم تحديدا، مفيش احلى من كده تسويق لكره القدم المصريه من خلال اللي بيعمله اللاعب الجميل محمد صلاح. فعلا فخر العرب، وفعلا خلى كتير جدا من الناس حتى يبتدوا يتكلموا عن الدوريات المصريه وعن مصر ذات نفسها اللي انجبت هذا اللاعب الفذ الاستثنائي. فالحقيقه كل التحيه ليه، كلنا متشرفين بالاداء الراقي الممتاز اللي بيعمله محمد صلاح.